حياكم الله مشاهدينا وأهلا بكم في تغطيتنا الخاصة. وبعد أن مضى أكثر من نصف عام على إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة وعقب مخاض عسير، اكتنف مباحثات تشكيل الحكومة التي عقبت الإعلان عن نتائج الاقتراع، استطاع الإطار التنسيقي أن يكسر الجمود وحالة الانسداد التي أغرقت العملية السياسية طوال هذه المدة، وذلك بعد الاتفاق على ترشيح القيادي في الإطار محمد الشاع السوداني لمنصب رئاسة الوزراء. تزامن ذلك مع مؤشرات إيجابية على حل وشيك يلوح في الأفق لحسم منصب رئاسة الجمهورية. هذا الترشيح بدوره أعطى دفعة قوية صوب الشروع بتشكيل الحكومة، كونه يمهد للمراحل المقبلة المتعلقة بتسمية الوزارات كي تأخذ الحكومة الجديدة على عاتقها معالجة الأزمات. إذا المشاهدين، في تغطيتنا لهذا اليوم نناقش كل هذه المعطيات مع ضيوفنا الأكارم، لكن بعد أن نتابع سوية هذا التقرير. هزت العملية السياسية نخلة التفاوض فتساقط عليها تقارب أفضته الاجتماعات المتواترة، وخرج الفرقاء السياسيين باتفاق على مرشح رئاسة الوزراء محمد شياع السوداني الذي انبثق من الإطار الشيعي ومن ينضوي معه، إلا أن هذا الاختيار لم يرى النور سوى يومين حتى اصطدم بمعارضة التيار الصدري لشخصية المرشح، عبروا عنها باحتجاجات أمام بوابة الخضراء والدخول إلى مجلس البرلمان، حتى وصل الحال إلى طلب دار الإفتاء العراقية من السيد مقتدى الصدر بتهدئة الشارع وعدم جره إلى حرب أهلية. أما الجانب الآخر المتمثل بالبيت الكردي فقد أسهمت لقاءاتهم المستمرة ورغم النزاعات السياسية، إلا أنه أدرك مدى خطورة التشبث الذي وصفوه المراقبون بغير العقلائي، إذ له تبعات غير مرضية للعملية السياسية وما آلت إليه من تأخير في تشكيل الحكومة، بيد أن المفاوضات تبشر ببارقة أمل، وذلك بالتوصل إلى حل أسلم للطرفين والدخول متوحدين إلى البرلمان. فيبدو أن سحاب الصراعات المثقلة بالخلافات بدأت تنزاح شيئا فشيء، ولاحت الشمس في نهاية النفق المظلم الذي ألقي البلد به منذ أشهر عديدة، يتلاطم في موج الشد والجذب بين الفرقاء السياسيين، فالعبور من مأزق الخلاف السياسي يبدو أنه صار سهلا. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا، وبداية نرحب بضيوفنا الكرام في الاستوديو الباحث في الشأن السياسي سيد داود الحلفي. أهلا بكم سيد داود ضيفا كريما. كذلك الترحيب بالباحث في الشأن السياسي السيد دكتور قاسم بلشاني، انضمنا مباشرة عبر سكايب من بغداد. أهلا بكم دكتور قاسم، وأبدأ معك سيد داود. ما أن يقترب الوضع السياسي أو العملية السياسية من انفراج لهذه الأزمة حتى تظهر تعقيدات جديدة، لكن تعتقد أنه ستكون هناك انفراج للوضع ذاهب نحو التعقيد والتصعيد أكثر؟ أهلا وسهلا بك أستاذ بشار، تحية لك ولمشاهدي قناة الأيام الكرام، وأيضا تحية لزميلنا الأستاذ دكتور قاسم بلشان. بالتأكيد الوضع العراقي حقيقة لا يمكن أن نصفه في يوم ما من تاريخ 2003 صعودا بأنه ينفرج بشكل الانفراج والاطمئنان، وإنما هناك لمحات بالانفراج تكاد تكون تمضي فترة ثم تعود الأزمات، خصوصا بعد 2014 صعودا أصبح التنافس شديد على السلطة والمغنم والاستئثار بالمنصب لهذا أو لذاك. باعتقادي النضج السياسي يبلغ مدى عندما تكتسب خبرة سياسية أكبر وأكثر، وعندما تعرف محيطك السياسي والبيئة السياسية التي أنت تعيش فيها. أخواننا في المكون الشيعي تحديدا، ونتكلم دائما عن أخواننا لأنه نحن ننظر إليهم لا ننظر إلى المكون الآخر بصفة تقديم خدمات أو تقديم عطاء أو ازدياد الخبرة، يتحملون المسؤولية مباشرة لما حصل ويحصل في الشارع العراقي لعدم الدراية الكافية بحاجات المواطن وحاجات الشعب وسوء الخدمات المقدمة خلال هذه الفترة. فبالتأكيد
نحن لا نريد أن نكون متشائمين أكثر ونقول ليس هناك انفراج، لكن نعول أيضا على العقل الناضج والقدرة السياسية التي يتحكم أو يستحصل عليها البعض بين تصريح وآخر وبين أزمة وأخرى. تكون لدينا شخصيات قادرة على تجاوز هذه المحنة وهذه الأزمة، وإذا درسنا حقيقة أسباب الأزمة بتجرد وباطمئنان واستقرار تام وبودية، نستطيع أن نصل إلى مفاتيح الحل، ومن ثم نعود أدراجنا إلى حيث الاستقرار ومعالجة الأسباب بشكل نهائي لنصل إلى نتائج إيجابية. الأزمة اليوم هي أزمة أشخاص وليس أزمة بيئة سياسية، هي أزمة موقف وليس أزمة سوء خدمات. سوء الخدمات يرافق العملية السياسية منذ البدء، وللحظة المواطن بدأ يستدرك أنه لا مجال للحصول على الخدمات، لكن الموقف السيء الذي اتخذ من قبل جهة معينة تجاه جهة أخرى هو الذي ولد لنا هذه الأزمة الخطيرة والكبيرة. إذا لم يكن هناك احتواء من قبل كل العقلاء، خصوصا عقلاء المرجعية وعقلاء المجتمع المدني وعقلاء المجتمع وحتى العشائر، ممكن لا سمح الله ستنزلق الهاوية إلى جهة لا يتمناها الجميع. رحب مرة أخرى بك دكتور قاسم. كيف وجدتم التظاهرات التي خرج بها الأخوة الصدريون أول أمس والتي خرجوا بها اليوم، ومن المحتمل أن تستمر أو تخرج مستقبلا، سوف تغير من خيارات الإطار التنسيقي الشيعي بتغيير مرشحه، والإطار سوف يبقى متمسك بمرشحه لرئاسة الحكومة القادمة السيد السوداني؟ الصوت عندي شوية ضعيف، ما أسمع السادة. أعيد لك السؤال دكتور قاسم، حول التظاهرات التي خرج بها الصدريون وأول أمس واليوم أيضا خرجوا بهذه التظاهرات واقتحام المنطقة الخضراء والبرلمان، وكان هناك تهديد باقتحام أيضا مجلس القضاء الأعلى، تعتقد يعني بالمقابل سوف تكون هناك تنازلات من مختلف الأطراف السياسية أم سيستمر الإطار الشيعي ويصر ويصمم على ترشيح مرشحه السيد السوداني؟ ماذا؟ طبعا اول شيء تحيه لك استاذ ولضيفك الكريم الصديق العزيز الحلفي والى المشاهدين الكرام. استاذ قاسم، انا حقيقه الصوت مو واضح، بس يمكن السؤال فهمت انه هل الاعتصامات مستمره للتيار الصدري، وهل هناك اعتراض على ترشيح السيد السوداني؟ يمكن هذا السؤال اذا شوي صوتك مو واضح. على العموم اعتقد ان اذا كان هذا السؤال فانا اجيبك منه. تفضل. ما قام بالتيار الصدري اليوم حقيقه مفاجئ يعني بالاليه، لانه اليوم هم خرج يعني الكتله الصدريه لما خرجت من العمليه السياسيه وقالت نحن لا شان لنا بالعمليه السياسيه، وحمل على عاتق الاطار التنسيقي عمليه تشكيل الحكومه، يعني كان المفروض ان ينتظروا ليروا المرشح او الحكومه الجديده ماذا تفعل، ماذا تقوم باعمال. ولكن انا اخرج لا دخل لي بالعمليه السياسيه، وفي نفس الوقت اتدخل ولا اسمح بترشيح اي شخصيه، يعني هذا معارض للمنطق وللعبه السياسيه صح التعبير. يعني اليوم انا اخرج من العمليه السياسيه واترك الامور واراقب، ولكن قبل ان اقوم ببناء عمليه سياسيه حقيقيه ياتي الخارج ليملي علي شروطه ويعرض يعني شروط تناسب هذه الامور. اعتقد ان العمليه هي عمليه التيار الصدري اليوم وخروجه لا تتعلق بشخص السيد السوداني، هي العمليه تتعلق بعمليه سياسيه برمتها، بمعنى لو ياتي اي شخص اخر غير السوداني المظاهرات مستمره، الاعتصامات مستمره، اي ان نحن معارضين لاي مبادره او اي خطوه من شانها ان تؤسس لانتخاب رئيس وزراء او انتخاب رئيس جمهوريه. وبالتالي العقليه الان تنصب على انه لا عمليه سياسيه، العقليه تصب الان انه انا ضد اي عمليه سياسيه او ضد اي تشكيل حكومه. في تقديري الشخصي الندم على الخروج
وتقديم الاستقالة من مجلس الدوابع للإخوة الفتاة الصدري هو الذي دفعهم نادمون بقوة على خروجهم، ولذلك نلاحظ هذا الانتظارات وهذا التصعيد الخطير جدا جدا. طيب. أعتقد كان الأجدى بالإخوة الصدري لو فعلا كانت هناك نوايا من أجل تشكيل حكومة، أعطاء الفرصة للسيد السوداني أو غيره، أو على أقل تقدير، على أقل تقدير يقول نريد أن نطلع برنامج رئيس الحكومة الجديدة، ما هي فقرات برنامجه، وكل فقرة الفترة الزمنية يتعهد بها. مثلا عندما يقوم من برنامج الحكومة للسيد السوداني أو غيره يقول مثلا الكهرباء، أنا أعطي السنة خلال سنة أعطوني ممكن أوفر كهرباء العراق الدائم وباقي الخدمات الأخرى للقطاع الصحي أو الاهتمام بالخريجين او ما شابه ذلك. طيب. ولكن انا اعترض على الشخص، هو لحد هذه اللحظه لم يتم تسميته، ولا لحد هذه اللحظه لم يتم اقرار مجلس النواب بتسميته. كيف؟ وليس هذا فقط، بل انه حتى يعني بسم الله الرحمن الرحيم مجلس النواب لم يعقد بعد. لذلك اعتقد ان العمليه وكما قلت لك هي عمليه الندم على من مجلس النواب وتقديم الاستقاله هو الذي دفع بهذه الاحتجاجات الكبيره. طيب دكتور، طيب اعود لك سيد داوود، يعني يبدو ان حتى بحسب تصريحات بعض الاخوه الصدريين انه ما عندهم اعتراض على شخص السوداني، ومشهود له بكفاءته ونزاهته وغيرها من الامور اللي ادت الى اختياره من قبل قوى الاطار الشيعي باعتباره مرشح غير مستفز ايضا. لكن عندهم اعتراض على آلية اختياره أو مجرد اختيار شخصية من قوى الإطار الشيعي. بالمقابل شنو اللي يريده الصدريون الآن من الإطار أو من القوى السياسية الأخرى من هذه العملية؟ ما يختار رئيس وزراء، طيب نبقى هيجي أو استمرار حكومة الكاظمي أم إعادة انتخابات أم ماذا؟ شوف، في علم النفس السياسي يقال أن هناك مواطن فاعل ومواطن غير فاعل. المواطن الغير فاعل هو الذي يرى ويسمع ويرى الأحداث ما له اهتمام، مجرد يسمع غادر. المواطن الفاعل هو الذي تقع عليه مسألة التقويم والاستقامة للكادر السياسي. نعم. يشارك في تظاهرات، يشارك في ندوات، يعترض، يعتصم، يعني فالشيء أكتف فاعل جدا يعني. هذا النظام السياسي ينتبه لهذا الشخص، ما ينتبه للآخر الخامل. هذا علم النفس السياسي يقول. الأخوة في التيار الصدري خرجوا الآن، ليس باعتقادي ليس هم نادمين مثل ما قال دكتور عباس واستبيح عذرا دكتور قاسم أنه نادمين على، لأنهم خرجوا، هم عندما خرجوا يعرفون أين سيصلون بعد هذه النتائج. طيب. خرجوا للحصول أولا على استقامة سياسية كمعارضة شعبية كمواطن عراقي، وثانيا باعتقادي جازما أنه ما يعنيهم محمد الشيعي السوداني بقدر ما يعنيهم المحافظة على المكاسب التي وصلت إليهم في حكومة الكاظمي. يعني مو تفاجئوا هم بتحرك قوى الإطار الشيعي بحيث مجرد انسحاب الكتلة الصدرية عقدت جلسة وتم ملء المكان الشاغل لنواب الصدريين. وهم يعرفون، يعني مو غشمة، هم في العملية السياسية منذ 2005 صعودا، هم يعرفون ان الكتله الاكبر هي اللي راح ترشح شخصيا بيناتها وراح تدير الحكومه بشكل او باخر، يعني مو فشيء جديد. طيب. نزل لهم، يعني ما جابوا محمد الشيعي السوداني من خارج العراق عنده هويه معينه وقالوا له تعال اشتغل، جابوه من الاطار الكتله الاكبر. وهم يومين بعد الترشيح كان سكوت وصمت في موضع حيادي للتيار الصدري، ما علق عليه. لا. لكن اعتقد اللي استفزهم، انا قريت في احدى الصحف المحليه وصحيفه معتبره هي، انه السيد المالكي سيذهب باختيار فريق محمد السوداني. هذا أعيده لأنه أنا قريب صحيفة وتتحمل مسؤولية الصحيفة. الفريق مدير مكتبه، والجروب الثاني سيكون اسم لامع كان في زمن السيد المالكي، سيكون مدير مكتبه، والجروب المقرب من السيد المالكي أيضا هم الحاشية مالته. هذا سيفرخ كثير من المناصب للتيار الصدري، ستذهب كثير من المكاسب. فاستفزهم بهذا الاتجاه، يقول لك مرشح المالكي وهم راح يجيب اخوانه وقرابته واصدقائه يدير، اذا محمد السوداني راح يكون على شكل هامش، مع احترامي الشديد للاستاذ محمد الشيعي السوداني. طبعا بالمناسبه انا جدا احترم هذه الشخصيه واتمنى ان يقود البلد في هذه المرحله لكفاءته ونزاهته والجذور العراقيه البحته.
سؤالك كان هل بالإمكان أنه يمر محمد السوداني أو اعتمدنا على ترشيح محمد السوداني واعتراضهم على محمد السوداني؟ لا أبدا، اعتراضهم ليس على شخصية محمد السوداني، وانما اعتراضين على اي مرشح هم عن طريق الاطار. هم امامهم هدفين حقيقه. طيب، اما ابقاء الكاظمي وابقاء المكاسب، طبعا عذرا للتيار الصدري انا لست ناطقا لكن انا رجل احلل يعني بمعنى الكلمه. اما اذا بقى الكاظمي ستبقى المناصب كامله. هو مطلب التيار اذا رحنا الى انتخابات اعاده انتخابات مبكره، نعم، بالتاكيد سيبقى السيد الكاظمي. يبقى السيد الكاظمي تبقى المناصب، لكن إذا جاء السيد محمد الشيع السوداني برغم من نزاته وكفاته سيزيح كل الطبقة الماضية وسيخرج التيار خالي الوفاق، خالي اليدين من هذه العملية. فهناك عقلية سياسية نتمنى أن تقود المرحلة القادمة، تعطي تطمينات للكل. يعني هالمرحلة أو هالسنة هالسنتين هالثلاثة خلينا نبتعد عن تقاسم المغانم والمناصب وهاي إلك وهاي إلي. نعم الكثير. لا سيد داود، يمكن الابتعاد في هذه الفترة راح تكون مخاطرة أكثر، سواء ابتعد التيار الصدري عن العملية السياسية حاليا. لا. قد يستهدف أيضا من قبل الجهة الموجودة في الدولة وفي السلطة. إذا انسحب الإطار التنسيقي أو قوى الإطار الشيعي أيضا قد يستهدف من قبل الإطار أو من قبل التيار الصدري. نعم. في حال كان حاصل على السلطة ونفوذ كبير في هذه الدولة، لكن وصلت إلى مرحلة الصراع الصفري، وصلت إلى هذه المرحلة أنه يجب أن طرف يلغي الطرف الآخر. لا ما تصل إلى هذه المستوى. وحتى إذا وصلت من المستحيل أن تزيح جبل في عدة أيام أو من أول تفجير دايناميت مطلقا، يحتاج إلى وقت. بس المخاوف موجودة لدى الأطراف، المخاوف موجودة لدى الطرفين. لكن أنا من قلت الابتعاد أستاذ بشار ما قلت الابتعاد بشكل نهائي. نعم. يعني نبقى في البرلمان مسيطرين على القرارات التشريعية وعلى قرارات الحكومة، ونعطي حرية الاختيار. نعم. للسيد محمد الشيع السوداني في اختيار الكابينة المطلوبة. صدرين مطلوب مجال حتى يفتهمون برنامج متخوفين من هذا، متخوفين. طيب دعنا نعود إلى دكتور قاسم. يعني مقابل مخاطر يتم الحديث عنها، مقابل تصعيد شهدنا بالأيام الأخيرة، أيضا هناك دعوات للتهدئة، دعوات لوائد الفتنة، دعوات من السيد عمر الحكيم في كلمة المرجعية يوم أمس أثناء مراسم تغيير واستبدال الرايات، أيضا ذكر هذا الموضوع. لكن أيضا خرج بيان للإطار التنسيق الشيعي اليوم يتحدث عن القلق البالغ من الأحداث المؤسفة التي تشهدها العاصمة، وأيضا دعا إلى وائد هذه الفتنة ويقول أن الدولة وشرعياتها ومؤسساتها الدستورية والسلم الأهلي خط أحمر على جميع العراقيين الاستعداد للدفاع عنهم بكل الصور السلمية الممكنة. كيف تنظرون إلى الاستهداف اليوم لمجلس القضاء الأعلى وكان هناك نية لاقتحامه؟ نعم، أنا طبعاً عندي شوية يعني مشكلة بالصوت بس مع هذا فهمت السؤال. طيب. نعم، الدعوات التي يطلقها الحكماء في الإطار التنسيقي أو في المرجعية أو بعض القادة السياسيين العراقيين ليس فقط محصول الإطار التنسيقي، هي دعوة عقلانية ودعوة لابد منها إلى تغليب منطق العقل في الوقت الحاضر. ولكن للأسف الشديد هي الحفاظ على المؤسسات الدولة وخصوصاً مجلس القضاء. اعتقد انت يا سيدي الكريم لا تخاطب اذا صح التعبير مع احترام كل خارج مظاهرات، لا تخاطب عقول تدرك ذاك الوعي الكبير. اليوم انا ارى هناك من يخرج بالشورت وهناك من يخرج حافي، يعني حتى هذا الاسلوب وهذا الوضع غير مرغوب به اجتماعيا، وبالتالي اي اعتداء على مؤسسات الدوله طبعا هذا غير مقبول وغير واقعي. هم بتقدير الشخصي حتى خروج هذه المظاهرات هي بتسهيل من حكومه السيد الكاظمي، هذا الواقع وهذه الحقيقه. نحن نرى ونراقب حضراتكم ترون كنتم شهود عيان على التظاهرات التي خرجت على ايام حكومه السيد عادل عبد المهدي. نعم. راينا كيف استماتة القوات الامنيه وكيف استخدام حتى الذخيره الحيه. اليوم يا سيدي الكريم حتى عمليه المقاومه مال الجهات الامنيه هي عباره عن مسرحيه، حتى سيارات الاسعاف التي خرجت علينا في وسائل الاعلام بالطوابير هي ايضا
مساله اعلاميه لكي تبين الى الراي الاخر، الى المشاهد او الى المجتمع والى الجماهير بان هناك عمليه تصدي من القوات الامنيه، وحقيقه هذا غير موجود. اليوم انا بصراحه واعتقد السيد داود الحلفي يمكن طرق هذا الشيء او اكيد الشاطرين هذا الراي، هي المظاهرات اليوم الهدف منها، الهدف الاول اطاله عمر حكومه الكاظمي، يعني هذا الشيء ما يقبل اي نقاش وصريح جدا. وبالتالي نعم نحن بحاجه الى دعوات حكيمه، دعوات حقيقيه، دعوات فعليه لكي التقليل من هذا اذا صح التعبير التصعيد الخطير الذي ربما يذهب بنا الى مواجهات لا سامح الله، وبالتالي الدم العراقي هو دم عزيز وغالي علينا، دم المكون عزيز وغالي علينا، هم كلهم اشقاء في الاخوه. اتمنى من الاباء من طيب. الاخوه من البيوت سيد قاسم أن اذا تسمح لي دكتور قاسم نصح لاولادها لاخوانها دكتور قاسم اذا تسمح لي عمليه دم عراقي، عمليه دم اشقاء، عليكم ان تحكموا وترجعوا الى الحكمه والى العقل، ابتعدوا عن اي تصعيد العمليه وما فيها. نعم نعم. إذا تسمح لي دكتور قاسم، هل فعلا السلم الأهلي اليوم في خطر؟ لو يمكن التعويل على حكمة القيادات السياسية بعدم الانجرار نحو صراع أو نزاع مسلح، وهذا ما يتخوف منه الشارع اليوم كثيرا. يعني سؤالك كان يمكن التعويل على يعني حكمة سؤالك كان حكمة القيادات السياسية هذا السياسيين لعدم وجود هذا سؤالك صح؟ نعم بالضبط. نعم أكيد أكيد نحن كل نعول على حكمة القادة السياسيين سواء كانوا في الإطار التنسيقي أو حتى في الأخوة التيار الصدري أو الأخوة الكرد أو الأخوة السنة. وبالتالي بتقديري الشخصي اليوم المسؤولية على عاتق الأخوة السنة والأخوة الكرد، عليهم أن يظهروا بقوة وعليهم أن يتدخلوا بقوة كبيرة جدا من أجل وضع حد لهذا التصعيد. اليوم الأخوة الكرد خصوصا الكردستاني السيد برزاني والسيد الحلبوسي بما يحظى ربما باعتبار هناك تحالف ثلاثي، يجب عليهم أن يتدخلوا، والتاريخ سوف يحاسبهم، والتاريخ سوف لن يترك صغيرة ولا كبيرة إلا يدونها. اليوم أنا أناشد السيد مسعود برزاني والسيد الحلبوسي وبعض الشخصيات الأخرى في المكون السني او المكون الكردي، عليهم ان يظهروا في الساحه بقوه، وعليهم ان يخاطب السيد الصدر مباشره دون خوف او دون تردد بان ما يحدث هو امر خطير وامر سوف يذهب بنا بعيدا عن السلم الاهلي. وبالتالي الكل مطالب بهذا الامر، حتى الاخوه في الاطار التنسيقي القياده السياسيين، انا اطلب منهم كاخ أن تكون خطاباتهم غير مشنجة وأن طيب. يستوعبوا وهذه أيضا كانت دعوة من السيد الحكيم يمكن دكتور قاسم عقلاني، وأنا متأكد العقلانية موجودة بإذن الله تعالى. طيب أعود لك سيد داود، هذه أيضا كانت دعوة بكلمات وخطاب السيد الحكيم يوم أمس، دعوة للسياسة إلى ترك خطابات التأزيم والاحتقان نظرا لخطورتها في هذه المرحلة الحساسة، لكن شنو اللي استفز التيار الصدري بحيث هاجم مقرات تيار الحكمة يوم أمس؟ والله أنا شاهدت التغريدة السيد عمار الحكيم، كانت وصف يعني أعتقد غير موفق السيد كان بي للأخوة في التيار الصدري، لو أنت بسطت يدك لي لتقتلني ما أنا باسط يدي لأقتلك. هاي ما بعد الهجوم على مقرة؟ قبل الهجوم أعتقد. لا ما بعد الهجوم على مقرة، يمكن بعد الهجوم بالليل، ما أعرف أنا قلتها الصبح كانت وهي يمكن الهجوم. لا هي قبل الهجوم أنا يعني قبل خطابه بالسيد الخلاني أعتقد يعني نعم، لأنه بعد الخطاب ظهرت هاي التغريدة وافتهمنا أنه السيد يبحث عن التهدئة ويبحث عن الأخوة، لكن مثل ما وصلت الرسالة بأنه السيد المالكي هو مرشح السيد محمد الشجاع السوداني ويريد يخلي الأستاذ طارق نجم مدير مكتبه، وصلت الرسالة من الأخوة في التيار الحكمة إلى الأخوة في التيار الصدري بأنه السيد عمار يصفهم بنية القتل لهذا الحالة، أنا أفهمتها كذا. أعتقد الخطاب ضروري في أيام المحنة وأيام العزمة، انتقاء الكلمات وانتقاء التعابير جدا مهم في تهدئة الأمور، يعني حتى في بعض الأحيان يطلب منا أن نكذب للترضية والتهدئة من أجل أن نتجاوز حالة معينة،
يعني ترطيب الأجواء اختصاص ومهنة كبيرة جدا لا يفقهها إلا ذو عقل وصدر واسع. أنا أعتقد ما راح نذهب بالتهديد إلى السلم الأهلي، ما راح نستمر بهكذا حالة من الفوضى، سيبقى الاعتصام داخل مجلس النواب وداخل المنطقة الخضراء، وإلى أن نصل إلى موعد الجلسة يوم 13 سوف لن تعقد، لأن الاعتصام سيستمر لغاية 13 حسب تغريدة سماحة السيد مقتدى الصدر يوم أمس اللي قالهم لا تنسوا العاشر و11 و12 و13 من محرم أيضا أقيموا العزاء. هسه العزاء وين يقصده؟ بمدينة الصدر، بالنجف، بالبرلمان، هاي حالة. الحالة الثانية أعتقد على الأخوة في الإطار أن يزيحوا كل ما أمام أعينهم وأنظارهم من خوف أو قلق أو ضغينة لا سامح الله إذا موجودة باتجاه التيار الصدري، ويشدوا الرحال إلى النجف الأشرف لملاقات السيد مقتدى الصدر بوفد من الإطار، ويحدثوا بكل صراحة سماحة السيد ماذا تريد؟ نحن نعرف أنك قوي تمتلك الشارع، لكن هذه القوة قد تؤدي إلى الاصطدام، يغذيها طرف آخر وممكن أن نفقد كل شيء نحن وأنت. ماذا أيضا منتبه القضية تغذية وشحذ لهذا الصراع من قبل مختلف الأطراف داخلية وخارجية ووسائل الإعلام؟ هناك تغذية ليس من اليوم، هناك تغذية منذ 2014 صعودا، منذ أن سيطرنا على أراضينا. لكن خصوصا اليوم أو في هذه الأيام يمكن فعلا أن يجرأ الشارع إلى هذا الصراع ما بين أطراف سياسية؟ يعني أني بتحليلاتي طالما هناك النجف الأشرف ومرجعية السيد السيستاني أطلاقا ما راح ننجر إن شاء الله إلى الاصطدام والاقتتال، لكن نخشى من يغذي النار ويغذي الفتنة فيما بيننا. أما نحن كطرف إطار وكطرف تيار لن نذهب إلى الاقتتال، وإنما هذا ضغط، يعني مثل ما كانت يوم الأربعاء الماضي جرة إذن، هذه قد تكون سطرة مرة أخرى للتنبيه وعدم العودة والتحدي. شوف أخي الكريم، الغاضب لا يتحدى، المنفعل لا يتحدى، لا يستفز. المنفعل أنت أمامي منفعل، أنا أحاول أمتص غضبك بطريقة أو بأخرى إلى أن تهدأ أبدأ أفاوض. أما هو منفعل وأنت تبدي تستفز فهذا حقيقة ليس بقيادة النفس أو الذات أو إدارة النفس. أنا أعتقد علقت على كلام دكتور قاسم بأنه الحلبوسي باعتباره ما موجود حاليا وتارك الساحة رغم البلد بأمس الحاجة إليه. قلت أنه في عمان، معقولة يترك العراق يروح لعمان والبرلمان بحاجة إليه والبلد بحاجة إليه؟ أنا هنا راح أستشهد بمقولة للسيد محمود المشهداني، يعني في يوم من الأيام هو في قنوات التلفاز الدكتور محمود المشهداني عنده نوع من الفكاهة والضحكة اللي يريد حقيقة يعطر الأجواء، قال والله احنا اذا اعطونا مالاتنا وحصتنا شو لنا علاقه؟ خلي يروحون شو يسوون يسوون الاشاره. فجماعه سواء كانوا الدكتور قاسم قال نطلب من الاخوه الكرد وايضا الاخوه السنه ان يتدخلوا، هم مو بعيدين عن الاحداث حتى نوجه لهم نداء حتى يتدخلوا، لا يبقون يتفرجون. هذا البلد مو بس بلد الشيعه، بلد الكرد وبلد السنه وبلد الشيعه، مجتمع عراقي كامل. بس الخلاف الموجود حاليا بين الشيعة شيعي شيعي. اما ان نكون صحيح بانتمائنا وطنيين وعراقيين ونهب للدفاع عن المكون الشيعي بالوساطة وبالكلام الطيب وبالتوسط الحثيث والجاد لدرء هذه الفتنة وقتها، وإما أن نبقى نتفرج وبذلك نعطي رسالة غير إيجابية على أننا نبغي أو نتمنى الاقتتال الشيعي الشيعي. هناك فرصة قائمة من الأطراف الدولية الخارجية أنه لابد من الاقتتال. أنا قبل سنة دز لي أحد الأصدقاء من أمريكا عنوان بالضبط أنه عدو واحد أسهل من عد أعداء متعددين، الصحف الأمريكية نشرت، يقصد بها أنه هذه المكونات أو هذه المسميات داخل المكون الشيعي يفترض أن تبقى مكون واحد أو اسم واحد حتى يسهل افتراسه فيما بعد. الآن بدأنا نضع النقاط على الحروف لتحقيق هذا المبدأ. هسه نعلم أو لا نعلم، نحن متحدون أقوى من كل الجهات اللي موجودة، أقوى أقليميا إذا كنا متحدين، ونحافظ على المكتسبات ونحافظ على استقرار بلدنا. نعم هناك اعتراض، هناك سوء خدمات، هناك فساد، هناك سرقات، هناك عدم سيادة، لكن هل نعالج هذه الفوضى في قيادة الدولة إلى فوضى أخرى؟ إذن الخسارة ستكون أكبر ويتحملها الجميع. من نريد الإصلاح، جميعنا نريد الإصلاح ونريده، والإصلاح صفة من صفات الأئمة والأولياء الصالحين، أنه لابد أن ينشروا الإصلاح في على الأرض، لكن ليس في السلاح وفي التحدي وفي الصراخ، وممكن أن يؤذى الطرف الآخر.
دكتور قاسم، اليوم الإطار الشيعي إضافة يعني في بيانة إضافة إلى توصياته بضبط النفس وأقصى درجات الصبر، أكد تحميل الجهات السياسية التي تقفها خلف هذا التصعيد والتجاوز على الدولة ومؤسساتها تحميلها كامل المسؤولية عما قد يتعرض له السلم الأهلي نتيجة هذه الأفعال المخالفة للقانون. برأيك دكتور، من يتحمل مسؤولية أي دماء إن أريقت فعلا؟ والله تعالى أنا عندي مشكلة بالصوت، بس يمكن من يتحمل مسؤولية شباب يا ريت تعالجون مشكلة الصوت مع دكتور قاسم عبر سكايب. خاف انك ثقيل استاذ قاسم. سالتك دكتور قاسم، من يتحمل مسؤولية اي دماء ان اريقت فعلا؟ دكتور قاسم تسمعني؟ من يتحمل مسؤولية الدماء ان اريقت فعلا؟ مسؤولية من يتحمل مسؤولية ولا شنو السؤال؟ من يتحمل مسؤولية الدماء؟ هذا الصوت مو واضح جدا اسف. شباب يا ريت تتحسنون وتعالجون الصوت مع دكتور قاسم. اعود لك مره اخرى دكتور داود، يعني من يتحمل فعلا مسؤوليه الدماء ان اريقت فعلا؟ رغم هناك تعويل كبير على حكمه القيادات ودعوات للتهدئه، حتى المرجعيه يوم امس في خطبتها الخاصه بمراسم تبديل الرايات ذكرت هذا الموضوع انه يجب ترك الخلاف، يعني ان كان بمخاطر فعلا على ارواح العراقيين. طيب من يتحمل مسؤولية أي دماء إن أريقت فعلا وهناك مخاطر وهناك مخاوف من قبل الشارع؟ يعني السادة تتجول بالشارع شوف يعني بادية بوجوه الناس، يعني بعض الشوارع فارغة، بعض الشوارع مقطوعة، هناك مخاوف حقيقية من قبل الناس. يعني إحنا الآن في أجواء محرم، في بداية أجواء محرم، ونستذكر مقولة سيد الشهداء أبو عبد الله الحسين سلام الله عليه، لا تبدأ القوم بقتال ما لم يبدوكم، حتى وصلت السهام وقالوا انهضوا يرحمكم الله هذه رسل القوم إليكم للقتال. من يتحمل مسؤولية الدماء هو من يطلق الطلقة الأولى، الإطلاق الأولى، ويقتل ويريق دماء شبابنا. طبعا بالمناسبة الإطار والتيار كلاهما خسران إذا أريقت الدماء، ما غيرهم يعني، ويضعفوهم أكثر. هذه يمكن تجارب شهدناها في العراق وفي الإقليم في الدول المجاورة، أنه كل ما كان هناك قتال داخلي كل الاطراف تخسر والبلد يخسر لسنوات وعقود طويله. طبعا انت هاي التاخير الفتره هاي العشرة اشهر خسرتنا 10 سنوات، لانه هناك مشاريع، هناك خدمات، هناك بناء، هناك بحوث علميه، هناك امور كثيره لابد من حقيقه استقصائها. مثل ما خسرنا في زمن الطاغيه سنوات وبقينا متاخرين نتيجه الحروب، الان حقيقه خسرونا 20 سنه اضافيه هي نضربها في 2، لانه ما قدمنا اي شيء من خلال التناحرات الطائفيه. طيب والامور بهاي الحاله اذا رحنا لانتخابات مبكره، اعاده انتخابات مبكره ما تفيد. اقطع عليك السؤال، افتهمت سؤالي. اي تفضل. ما تفيد. ليش ما تفيد؟ احنا حتى نحل هاي الازمه، مو احنا قلنا بالبدايه نعالج الاسباب اللي وصلتنا الى هاي النتائج. احنا خو ما نترك، يقول من يعيد التجربه مرتين بنفس الطريقه فاشل. لا شلون، شنو الحل؟ الحل لا، يعني الصدرين ما يقبلون ذول يسوون حكومه. اي ولا نروح بقوا حتى يسوون حكومه، نروح لانتخابات مبكره، لكن بشرط ولا يعني ونروح لانتخابات مبكره ما تفيد، وهي الموضوع يعني مبكره انه راح تنعاد نفس القوانين راح تنعاد. نعم مو ما تفيدنا. طيب شنو الحل؟ الانتخابات المبكره نشيل العوائق اللي صادفتنا خلال هاي السنين، احنا الماده 26 وغالبيه الثلثين، وظهر لنا ثلث انه ما تقدر تتمرر اذا ما تحصل على ثلثين، وايضا هناك هاي ممكن انه تتعالج بالقانون والدستور. على لا هاي ما تتعالج الا بتغيير الماده الدستوريه. الدستوريه؟ اي من يغير الماده الدستوريه؟ الشعب يغير الماده الدستوريه، لازم البرلمان يغيرها والشعب يصوت. يصير استفتاء بالضبط هكذا، يصير استفتاء عليها ويصوت. طيب بعدين عندنا المفوضيه المستقله، هي مو مستقله اصلا يعني، مفوضيه انتماءات كل الاطراف ما راضي عليها، هاي لازم تتغير من القانون. قانون الانتخابات، قانون الانتخابات سواء كان مناطقي أو كان محافظات، هو يمضي مع استقلالية الانتخابات بشكل حقيقي، ومع دستور مرن سهل ممكن نمرر به رئيس جمهورية ورئيس وزراء بالأغلبية المطلقة أو الأغلبية العظمى. طيب أعتقد إذا أمننا هاي النقطتين في العملية الانتخابية ستكون الديمقراطية حقيقة ناشئة
وبامكانها النمو بشكل متصاعد وقبولها من الاطراف الاخرى. يعني هسه انت تصور اليوم ما هي معروفه هذه الانتخابات، يعني راح تفرز لنا نفس هاي القوى اللي تتصارع حاليا، افرزتها نفسها بس بامور سلسه شويه، يعني نسبيا مستقلين زادت اعدادهم. نعم شويه، يعني لو ماضي طرف صعد طرف نزل باعداد مقاعده. نعم، لكن المعادله مو راح تبقى نفسها. يعني لو ماضي التيار الصدري بعيدا عن الثلثين ما حصل 210 التيار الصدري بحكومه الائتلافيه مالته اللي سماها الاغلبيه. نعم، لو محصل على غالبيه عظمى، دستوري نص الغالبيه العظمى. نعم، ما كان امضت وبعيدين عن هالازمه احنا الان بغض النظر عن التيار او غيره. الاطار الشيعي قال السيد الصدر تعال انا وانت اخذ الحكومه، ما هو عنده موقف، هم الموقف اذن الموقف، ما عنده هو موقف، الموقف انه اني ويا بشار ما اريد اسبالين بلوى، يعني مو قضيه انتخابات وتتغير مواد دستوريه وغيرها، الموقف الموجود، الموقف اللي ازم، واتخاذ الاطار موقف امام التيار بثلث معطل هو اللي ازم الحكومه الان بطريقه او باخرى، يشعر او لا يشعر دا يرد الصاع الى الاطار التنسيقي، يرد الصاع الى الاطار التنسيقي. مثل ما عطلتوني انا ذاك اليوم انا ايضا اعطلكم، لكن مو من داخل العمل السياسي، بالتظاهرات الشعبيه. فاذا الحل شنو؟ يبقى حكومه تصريف الاعمال تبقى، وبعد سنه نذهب الى انتخابات مبكره مع تعديل نقطتين اساسيتين في الدستور اللي هي المفوضيه، اللي هي مو خارج الدستور المفوضيه، والماده 26. نعم، اعتقد اتمنى على سماحه السيد مقتدى الصدر والاطار ان يجلسوا سويه، وان يعطوا هاي السنه اللي يعطوها للسيد الكاظمي يعطوها للسيد محمد الشياع السوداني ببرنامج، تصير حكومه انتقاليه، ببرنامج. نعم، حكومه انتقاليه، حكومه انقاذ وطني نسميها، ونعطيه البرنامج ونقول له يا سياده محمد الشياع السوداني امامك سنه لتعطينا ثمار هذا البرنامج، نمو البرنامج نشوفه، اذا افلحت ماضين، واذا لم تفلح سنه. إذن هاي مو حكومه انتقاليه، هاي حكومه دائميه لكن عندها فرصه وقت محدد. الحكومه الانتقاليه لازم تصير حكومه انقاذ وطني او حكومه طوارئ او ما سميها ما شئت. فبالتالي انا اعتقد السنه اللي نعطيها للسيد محمد الشياع السوداني افضل بكثير مما نعطيها للسيد مصطفى الكاظمي، لانه ليش هذا التخوف من السيد الكاظمي اذا استمر بالسنه القادمه؟ انا البارحه استمعت الى محاضره جدا خطيره حقيقه، يعني المحاضره تقول هناك النورانيون تقودهم عائلة روتشيلد هاي الغنية بأمريكا. هذه عتها استراتيجية للشرق الأوسط بتفسيخ المجتمعات وإدخال عليهم الشذوذ الجنسي وما شابه ذلك واللواط وأمور أخرى كثيرة، ومن ضمن هذا المستهدف هو الشرق الأوسط، تحديدا منطقة الخليج العربي والعراق. يقول بعد 68 أحدهم مصرح من القادة اليهود الكبار أنه ستصبح هناك حربين عالميتين بعد 68، فعلا وصلت حرب الخليج الأولى وحرب الخليج الثانية، الثالثة يراد منها اقتتال أيضا في منطقة الشرق الأوسط، أو قد تكون حرب عالمية ناعمة بتمزيق المجتمع العراقي عقائديا وأسريا وأيضا اجتماعيا، وهذا أخطر من القنبلة النووية إذا فهمت بصورة صحيحة. فأنا أتمنى على السيد مقتدى الصدر، وهو ابن الشعب وابن العائلة هاي الطيبة الخيرة اللي سلالتها تمتد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يعطي فرصة لهذا الرجل. بس احنا ما عندي شغله محمد الشيعي السوداني مرشح الإطار، نعم، لكن مو شرط رشح السيد المالكي أو دولة القانون هو راح يكون بنفس الموقف اتجاه السيد مقتدى الصدر. هو قال أنا لدي برنامج سأنبذ بجروب خاص، مجموعة الخاصة. فنتمنى أن يعطى فرصة هذا الرجل، ونرى إن لم يفلح نغير خلال السنة، وإن أفلح ماضين. هو غاية الإطار والتيار وكلها ما يصرح دائما أنه تقديم الخدمات للشعب العراقي وسيادة الدولة وطرد المحتل ومحاسبة المفسدين. طيب نقاط جوهرية متفقين عليها، شيء خليج بشار، خليج داود، خليج محمد، خليج حسين ينفذ لها النقاط، شريد من عداني كائن من يكون، ما هو تحت رقابتي وتحت أمرتي، والتيار الصدري خارج العملية السياسية أكثر حرية في قلب الطاولة مما هو داخل العملية السياسية. ربما داخل العملية السياسية أكو مجال التوافق والتفاوض، لكنه حاليا خارج العملية وده يضغط من جانب آخر. لكن بالمقابل قوى الإطار الشيعي أيضا عندها جمهورها، والآن تدعوهم إلى التظاهر السلمي والاستعداد لهذه المرحلة، ما راح يكون يعني أيضا يعني مخاطر تزداد إذا نزل بوجود جمهورين؟ إذا نزل الإطار بجمهوره في هذه اللحظات أو في هذه الأوقات خطر جدا، قد يكون تصادم، قد يكون هناك كلمات من هنا وهناك، وقد تدخل بين هذا الطرف وذاك
من طرف يريد ثالث أن يؤجج، هسه احنا ما نسميه الطرف الثالث، لا هو دائما اسمه طرف ثالث، لأن من الطرف الثالث أن يؤجج الفتنة وبالتالي تحصل الاصطدام، وهناك من عناصر غير منضبطة داخل هذه الجهة وهذه الجهة ليس كلها مسيطر عليها. فبالتالي الآن خلي الصورة أمامنا، شنو صورة باكر، شنو صورة بعد الشهر إذا استمرنا بهكذا، ونستبق الأحداث ونضع كل العراقيل أمام الاقتتال أو أمام التصادم، لأن الخسران الأكيد هو الشعب العراقي وهو العراق. وأعتقد موجودة المرجعية وموجودة قيادات في الإطار وقيادات في التيار لا يذهبون بأي شكل من الأشكال الاقتتال إن شاء الله. طيب أعود لك دكتور قاسم مرة أخرى إذا كنت تسمعني، نعتذر عن خلل بالصوت. تسمعني دكتور قاسم؟ أود أن أسألك عن قضية التنازلات، يعني أكو إمكانية حاليا بهذه المعطيات أن تقدم مختلف الأطراف السياسية أي تنازلات للأطراف الأخرى، والإطار هل هو مستعد لتغيير مرشح السيد السوداني وتقديم تنازلات لهذا الموضوع؟ راه يحسب على قوى الإطار الشيعي بأنها فسحت مجال لقوى أخرى بأن تحدد قراراتها. ما هل يعني الجمهور الدار الصدري يقبل بالسيد السوداني؟ ما أعرف إذا كان هذا السؤال. على العموم لا دكتور قاسم، سألتك يعني القوى السياسية الإطار التيار لديهم استعداد لتقديم تنازلات أحدهم للآخر من أجل المضي بالعملية السياسية وجر البلاد إلى أمان أكثر من هذه المخاطر المحدقة بها؟ منو قصدك اللي عنده استعداد الإطار التنسيقي تنازلات السداد؟ إطار والتيار عندهم استعداد للتنازل؟ نعم، سؤال واضح. لا شوف أستاذ الكريم، بالنسبة أعتقد للأسف الشديد اليوم أصبحت الثقافة موجودة عند بعض الكتل السياسية، عندما أنا أقدم تنازلات يفسر على أن هذا التنازل ضعف. طبعا هذا خطأ كبير وشنيع جدا، لا يفسروا أنه حسنية ولا يفسروا لا. أنه من أجل الخروج من السداد السياسي. يعني الإطار التنسيقي بتقديري الشخصي اليوم إذا تخلى عن مرشحه السيد محمد الشاع السوداني يرتكب خطأ استراتيجيا كبيرا، لأنه راح يعتبرون هذا ضعف كبير جدا. وبتقديري الشخصي المفروض يعني ما بين الإطار التنسيقي وبين التيار الصدري للوقوف على ما هي الملاحظات التي يبديها التيار الصدري اتجاه شخصية السيد السوداني. هذه من نقطة، ولو أنا بتقدير الشخصي باعتبار التيار الصدري هم أولادنا وأخواننا، يعني هو أعلن انسحابه من العملية السياسية وسوف يبقى يراقب الوضع ده. وبالتالي حقيقة علامة استفهام كبيرة، أنا لا أعلم كيف المراقب الوضع يتدخل في جزئيات البسيطة والكبيرة في تشكيل الحكومة. وهذا النقطة الأولى. التيار الصدري كما يبدو هو إلى هذه اللحظة سواء كان عنده استعداد التنازل أو ما عنده استعداد، هو قال بلسان عربي فصيح وبلسان كردي فصيح وبلسان بين قوسين ما أعرف إيش فصيح بأنه هو خارج العملية السياسية وأنه لن يتدخل حسب كلامه، وبالتالي عليه أن يحترم إرادة الكتل الأخرى خصوصا الشركاء الرئيسيين. وصلت الفكرة، شكرا جزيلا لكم والسيد الحلبوسي الباحث بشأن السياسة دكتور قاسم بلشان، نعتذر لك عن ضيق الوقت. شكرا لكم دكتور والشكر جزيلا لكم الباحث بشأن السياسة السيد داود الحلفي، كنت ضيفا كريما والشكر موصول لكم مشاهدينا. إلى هنا وصلنا سوية وضيفنا الكرام إلى ختام هذه التغطية، إلى اللقاء. شكرا.